مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من هنا العاصمه. كما هي العاده بدايه هذه الحلقه بمجموعه من متابعه لمجموعه من الاخبار المختلفه، اولها هيكون بالتاكيد حول عيد العلم وافتتاح او احتفال الرئيس السيسي كما شاهدنا اليوم بعيد العلم وتكريمه عدد من العلماء والمتفوقين. الفقره الثانيه من النقاش هتكون ايضا حول ما يتعلق بعيد العلم، وهيكون ضيفنا احد هؤلاء المكرمين للحديث معه عن مشواره وعن هذا التكريم وعن كيف ترى الدولة المصرية العلم والعلماء. الجزء الثاني من حلقة النهاردة حضراتكم هتكونوا في متابعة مع إعادة أو هنديه حلقة فنية للأستاذة لميس الحديدي مع المطرب محمد رشاد، مش إعادة، دي بتذاع لأول مرة وحضراتكم هتتابعوها في الجزء الثاني من الحلقة، حلقة فنية لطيفة جدا أتمنى انها تعجب حضراتكم، هتكون في الجزء الثاني من حلقه النهارده. نبدا مع حضراتكم مباشره والحديث حول الاخبار بدايتها من عيد العلم. كل سنه وكل علمائنا والدارسين والمعنيين بالبحث العلمي في مصر بخير، مهمتهم مهمه صعبه لانه مصر بينها وبين العلم يمكن يكون شوط كبير، الاعتماد عليهم وعلى دعم الدوله ليهم ايضا كبير، الدور المنتظر منهم ايضا كبير والمهمه مش سهله. على اية حال النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي شاهد الاحتفال بعيد العلم، كرم علماء مصر الفائزين بجوائز النيل وجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وجوائز الدولة للتفوق، كمان كرم أوائل الجامعات والثانوية العامة والدبلومات الفنية ومنحهم أنواط الامتياز. الحقيقة أنه تابعنا النهاردة كلمة رئيس الجمهورية بهذه المناسبة، والكلمة تضمنت مجموعة من القرارات بمناسبة عيد العلم. أول هذه القرارات هو إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب، هيشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني، كمان هذا الصندوق يسهم في إنشاء المدينة المصرية للتكنولوجيا بالعاصمة الإدارية الجديدة. تاني هذه القرارات هي زيادة عدد الجوائز اللي بتمنحها الدولة في مختلف المجالات ومضاعفة قيمتها المالية. أما القرار الثالث فهو إنشاء 4 جوائز جديدة للابتكار في مجالات مختلفة، منها الزراعة، منها الصحة، منها الطاقة، هتكون مخصصة لشباب المبتكرين، قيمة كل جائزة 250,000 جنيه، وهيتم العمل بيها اعتبار من إعلان جوائز هذا العام. على أي حال خلونا نتابع مع حضراتكم مقطع من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في عيد العلم. السيدات والسادة، شعب مصر العظيم، إن مصر وهي تكرم علماءها فإنها تقدم النموذج والقدوة لشباب الباحثين والمبتكرين، وتطالبهم بأن يدركوا أن الغد أشد بأسا من الأمس، وأن شعبهم ينظر إليهم نظرة أجلال وأمل للتفاعل مع أدوات العصر والتمكن منها وتطويعها لصناعة مستقبل أفضل لهذا الوطن. ولذلك فإنني أطالب الحكومة بمضاعفة الجهود والتفاني في تقديم كل العون لعلماء مصر الأجلاء وشبابها المبدع. وفي هذا السياق فقد قررت بيالي: أولاً، قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب والنشء، يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني بجزء من موازنتهم المخصصة للمسؤولية المجتمعية، على أن يتولى هذا الصندوق أيضاً دعم إنشاء المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة. ثانياً، قيام السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة عدد الجوائز التي تمنحها الدولة في المجالات كافة ومضاعفة قيمها المالية. ثالثاً، إنشاء 4 جوائز جديدة للابتكار في مجالات الزراعة والغذاء والصحة والدواء والطاقة والمياه والصناعة، تخصص لشباب المبتكرين
على أن تكون قيمة الجائزة 250 ألف جنيه، وأن يتم بدء العمل بذلك اعتبارا من إعلان جوائز هذا العام. وفي الختام أتوجه بكل التحية والتقدير والاحترام لعلماء مصر وشبابها من المبدعين والمخترعين والباحثين. أقول لكم لا تدخلوا طاقة ولا جهدا في سبيل رفعة هذا الوطن وتنميته وتطويره، واعلموا أن الدولة والشعب بأسره ينتظران منكم ملاحقة التطور العلمي والتكنولوجي والمساهمة الفاعلة في بناء حضارة مصرية جديدة تستلهم حضارة الأمس وتتفوق عليها. أيضا في كلمة الرئيس قدم مجموعة من الرسائل أراد توصيلها للشعب المصري. في مجمل هذه الرسائل بداية تأكيده أن الدولة واعية لدور العلم والعلماء وأنها حريصة على تكريم هؤلاء العلماء. أيضا أشار إلى أنه يعني الحكومة أو الدولة بتراعي الدستور فيما يتعلق بدعم البحث العلمي. في السنوات الثلاثة الأخيرة زاد حجم الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير من 11.8 مليار جنيه ل 17.5 مليار جنيه، دي زيادة تقريبا 47%. ده غير الدعم المباشر المقدم لمشروعات بعينها زي بنك المعرفة، زي مشروع مدينة زويل والجامعة المصرية اليابانية. أيضا يعني رسالة كمان وجهها الرئيس السيسي أو أرسلها للشعب وليها علاقة حتى بالمقطع اللي احنا لسه سامعينه. هو قال أنه الدولة بتنتظر من علمائها الكثير لملاحقة العلم والتطور، لكنه خص كمان أنه مصر بتنتظر الكثير من القطاع الخاص ومن رجال الأعمال ومن المجتمع المدني لتوجيه مزيد من الاستثمارات في مجالات البحث العلمي، ودي نقطة شديدة الأهمية. يعني مصر ربما تكون مش يعني على الطريق المظبوط في نسبة دعم القطاع الخاص لاستثمارات البحث العلمي على عكس ما يحدث في دول في الخارج. خلونا نشوف كمان مقطع من كلمة رئيس الجمهورية وهو يوجه مجموعة من الرسائل. عندما توليت المسؤولية حرصت على الفور على الالتقاء بشباب المفكرين والمبتكرين، ثم بأعضاء أكاديمية الشباب المصرية للعلوم، ثم عقدنا عيد العلم بعد توقف، واستمرت لقاءاتي بصفة مستمرة بالقائمين على البحث العلمي وقياداته وعلماء مصر في الداخل والخارج للاستماع لهم والاهتداء بآرائهم ونتائج أبحاثهم في كيفية تطوير هذا الوطن وتحقيق تطلعات شعبه العظيم. وفي كل ما سبق فإن الرسالة كانت دائماً أن الدولة تعي تماماً دور العلم والعلماء وحريصة كل الحرص على تكريم علمائها الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذا الوطن والاستفادة من علمهم وخبراتهم. ثانياً، إننا نؤمن بأن العلم والتكنولوجيا والإنتاج هي مكونات أساسية في عملية التنمية الشاملة، فالعلم هو أساس التكنولوجيا، والتكنولوجيا هي الركيزة الأهم للإنتاج، والإنتاج هو عصب التنمية وجوهرها. ولا يمكن لأمة تطمح في مستقبل أفضل إلا أن تضع العلم الحديث في مكانه المستحق، إيماناً بأن هذا هو الطريق الأكثر فاعلية لتحقيق ما نصبو إليه من نمو اقتصادي مستدام وتنمية اجتماعية شاملة. ثالثاً، إن الدستور مهد الطريق أمامكم شباب مصر وعلماءها، فجعل التعليم حقا للجميع وكفل حرية البحث العلمي وألزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وضمن حقوق الملكية الفكرية. وقد قامت السلطة التنفيذية وتقوم بدعم جهود وأنشطة البحث العلمي باستمرار. ففي السنوات الثلاث الأخيرة زاد حجم الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير من 11.8 مليار جنيه إلى 17.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 47%، وذلك بخلاف الدعم المباشر الموجه لبعض المشروعات القومية التي تدعم منظومة البحث العلمي في مصر، مثل مشروع بنك المعرفة ومشروع مدينة زويل والجامعة المصرية اليابانية.
خلونا نناقش دلالة عيد العلم بالنسبة لعلماء مصر ودارسيها وباحثيها. معنا عبر الهاتف دكتورة فينيس كامل، وزيرة البحث العلمي سابقا، أحد المكرمين والحاصلة على جائزة النيل لعام 2016. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أولا أهلا ألف بيك. مبروك على التكريم، متشكرة أوي. وخليني أعرف من حضرتك بداية، يعني السؤال الكلاسيكي اللي ممكن يتسأل فيه لحد حصل على جائزة وتم تكريمه، دلالة ده بالنسبة لحضرتك وهو يأتي من قمة الدولة المصرية؟ طبعا ده شرف عظيم ليا، بعتبره ان انا اتكرم من بلدي، وخاصة ان دي ارفع تكريم احنا بنسميه نوبل مصر. النيل يكفي اسمه الجميل، جائزة النيل، وده رمز جميل، من غير النيل ما كانتش تبقى في مصر، ده هو رمز الحياة بتاعنا. فالاسم والمعنى وكل حاجة فيها جميلة، واللي توجها بالجمال الأكثر إن إحنا سيادة الرئيس بنفسه هو اللي أعطانا التكريم. طيب، الاحتفال بعيد العلم بشكل عام شيء طيب بكل تأكيد، لكن تمام. ايه اللي ينقصه العلم في مصر؟ وحضرتك كنت وزيرة للبحث العلمي، اقتربتي بشدة من المجال بشكل تنفيذي كمان، بعيدا عن الدراسة فقط او الجانب الأكاديمي، لكن كمان تمام. المنطقة التنفيذية، الخطر مع الدارسين، مع الباحثين، مع تطوير البحث العلمي وتطبيقه على أرض الواقع، كل ما له علاقة بالتمويل والميزانية. ايه اللي ينقص العلم في مصر بالفعل؟ خلينا نفرق بين العلم والبحث العلمي دلوقتي مؤقتا. العلم ده واخد كله، من حضانه لابتدائي لثانوي وبعدين جامعه، والدراسات العليا تبتدي فيها بقى البحث العلمي. ممكن المشاريع طبعا من الجامعات يبقى فيها بحث علمي، انما احنا بصفه عامه نقدر نقول البحث العلمي له قاعده جيده على مستوى مصر كلها، من الجامعات والمراكز البحثيه. نقدر نقول ان في يعني تميز في الانتاج العلمي، بينشر في مجلات عالميه، ومصر الحقيقه متقدمه جدا، من احسن حاجه 33 دوله، يعني فده يعني حاجه مشرفه لمصر. انما اما بقى على النقيض بقى، نيجي في التطبيقات التكنولوجيه والابتكارات، نلاقي ان مصر في الأواخر خالص بقى، 134 من 140 دولة ولا حاجة زي كده. يعني جايز الأرقام دي ما فيهاش الدقة الكفاية، إنما متأخرة. فإحنا عايزين يعني زي ما إحنا شاطرين في البحوث الأكاديمية، نبقى شاطرين كمان في الأبحاث التكنولوجية. ليه؟ لأن هي دي اللي هتعمل التنمية المستدامة لمصر. هي دي اللي ناقصانا. نقول حاجات كتيرة، مش بس التمويل هو الحقيقة اللي ناقص. إحنا محتاجين استراتيجية محددة الأهداف ومحددة الأول طبعا الرؤية، وهي في 2030 في استراتيجية، إنما احنا عايزينها الآليات التنفيذ تبقى فعلا يعني واضحة لجميع العلماء علشان يقدروا يتنافسوا لتنفيذ البرامج والمشروعات اللي هتنتج عنها. لغاية دلوقتي يعني ما ظهرش كما يجب لنا كباحثين ازاي هتتنفذ. يعني في مشاريع وفي حاجات وفي حاجات اتكتبت كتير وكتيبات، انما التنفيذ بتاعها لسه محتاج يعني رعايه كامله من كل القيادات السياسيه، اذا كان من سياده الرئيس، وبعدين رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائد. ده لابد يكون في اهتمام خاص، لان ما فيش تنميه مستدامه من غير بحث علمي فاعل. فاعل يعني في ايه؟ انه بيفيد في الاقتصاد، بيفيد في كل قاطع، كل المحاور، سواء صناعه، طاقه، بيئه. اكيد يعني في كل الدول التي نمت مؤخرا كان بالبحث العلمي والتعليم الفني، هم دول اساس اي تنميه تكنولوجيه. احنا عايزين نقول صنع في مصر بتكنولوجيا وطنيه. احنا للاسف بنستورد التكنولوجيات من بره ونصنع هنا، احنا وعشان كده بتبقى الفايدة على الاقتصاد ضعيفة، لأن دي تكلفة غالية. إنما لما تبقى فيه نوصل لتطوير تكنولوجي بإيدين وعلماء المصريين، سواء باحثين أو علماء فنيين، هو ده الهدف الأساسي علشان نقدر نعمل فيه تنمية، تطلع منها صناعة أرخص، منافسة، ممكن نصدر كمان للخارج، دول عربية، عندنا أفريقيا. لابد إن إحنا عايزين
نقول ثورة تكنولوجية. في فجوة كبيرة، ولابد عشان نعبر الفجوة دي لابد من تنجيش المكون من العلماء، من الباحثين، من التكنولوجيين، من الفنيين، يشتغلوا مع بعض عشان نقدر نعبر هذه الفجوة. يعني بالضبط زي استراتيجي للحرب اللي عبرنا بيها 73. حضرتك كرمتي من رئيس عبد الناصر والسادات ومبارك، والآن تكريم يعني من الرئيس السيسي. أنا الوحيدة اللي كرمت من كل هؤلاء الرؤساء السابقين. فالحقيقة من بدءا من عبد الناصر، الرحلة دي يا دكتورة، الرحلة دي الطويلة دي اللي بالتأكيد كانت شاقة أيضا، بتشوفي إزاي التطور؟ بس كانت ممتعة. طبعا أكيد. لان انا بحب البحث العلمي، فضلت عن حاجات كتيره. ما كانش الواحد بيحب البحث العلمي ويتحمل المشقات بتاعته، انما فيها عوائد كثيره بتديكي يعني الساتسفاكشن، يعني الرضا والانبساط والشعور ان انت عملتي حاجه. انت لما بتكرمي مش بتكرمي كده يعني تكريم وخلاص، لا، ده تكريم بناء على أشياء كتيرة اتعملت على مدى السنوات الطويلة. وأيضا طيب، على مدى هذه السنوات الطويلة والرحلة الطويلة بتشوفي التطور الآن، الوضع اللي وصلنا له الآن. حضرتك كنت وزيرة أتصور في التسعينيات، بالظبط من 94، من 93 ل 97. بتشوفي الوضع الحالي الآن إزاي؟ التطور في هذه المرحلة وهي مدة مش قليلة، بتشوفي إزاي؟ هو اللي تطور وواضح زي ما تقول، ابحاث اللي هي ايه اللي هي اكاديميه اللي بتنشر في المجلات العالميه، تطورنا جامد وبقى خدنا موقع يعني لا باس به كويس الحقيقه. نعم. انما مش مصر في حاجه اكتر من كده، مصر في حاجه لتنميه تكنولوجيه زي ما قلت قبل كده. هو ده اللي هيساعد على التنميه المستدامه، على ان الصناعه تبقى اكتر، مشروعات صغيره اكتر، كل ده من افكار ومن الشغل البحث العلمي اللي يديني تكنولوجيا. بشكرك شكرا جزيلا. مش لازم تكون معقده خالص. اتفضلي. بعتذر المقاطعه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره جينيس كامل، وزيره البحث العلمي سابقا، احد المكرمين والحائزه على جائزه النيل لعام 2016. الف مبروك. كمان بينضم الينا دكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحه الاسبق، احد المكرمين ايضا اليوم والحاصل على جائزه النيل في العلوم عام 2015. مساء الخير يا دكتور. نور يا فانا، ألف مبروك بداية على هذا التكريم. الله يخليك ويبارك فيك، شكرا جزيلا. خليني أعرف من حضرتك أيضا هذه الرحلة من البحث العلمي ومن المناصب التنفيذية أيضا، رحلة شاقة، هل كانت فيها إحباطات كثيرة؟ شوفي حضرتك، الحمد لله هي رحلة علمية طويلة. أنا أستاذ أمراض الصدرية الجهاز التنفسي في كلية طب عين شمس، وشغلت منصب وكيل كلية الطب، ثم نائب رئيس الجامعة مرتين، ثم رئيسة لجامعة عين شمس، ثم وزيرة للصحة والسكان. طبعا موازي لهذا رحلة علمية طويلة فيها أبحاث، فيها أولا مهمات علمية في كثير من دول العالم المتقدم، أبحاث علمية كثيرة تفوق 150 بحث، جزء كبير منها نشر وحكم في عالميا، وبعدين في عمل مجتمعي كبير، عمل إنشائي في الجامعة، توطين كثير من التقنيات التشخيص والعلاج في مجال التخصص، حاجات كثير قوي الحمد لله. هذا يعني مجمل هذا كله. نعم. هو ده اللي أهلنا الحصول على جائزة. أنا أخذت قبل كده جائزة عين شمس التقديرية وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية، ثم جائزة النيل في العلوم اللي كرمنا اليوم فيها إن شاء الله. طيب النهاردة كمان الرئيس في كلماته قال أنه مصر بتنتظر الكثير من المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوجيه مزيد من الاستثمارات في البحث العلمي والتكنولوجي، وأنه يكون البحث العلمي ليه نصيب معتبر من مسؤوليتهم الاجتماعية. هل تعتقد أن هذه الدعوة ستجد لها صدى؟ شوفي حضرتك، النهاردة احنا كنا سعداء جداً بحضور حفل التكريم، للتكريم أولا، ولوجود سيادة الرئيس ثانيا، وثالثا نخبة كبيرة رائعة من العلماء الأجلاء. سيادة الرئيس وصفهم بالعلماء الأجلاء، نخبة من شباب المحتملين ليكونوا باحثين، ثم الخطاب اللي فيه نقاط في منتهى الأهمية.
حضرتك في حاجة هامة جدا، أي دولة تقدمت وتطورت ونمت في جميع المجالات، الخلفية الأساسية للنمو والازدهار والذي بينتهي بازدهار مجتمعي وازدهار يعني علمي واقتصادي، خلفيته هو العلم. يعني خدي أي دولة حضرتك، اليابان، كوريا، الهند، الصين، الولايات المتحدة، جميع الدول الأوروبية نمت وازدهرت بالعلم. والعلم اللي يكون عندك النوهاو بتاعك، يكون عندك الابتكار. العلم فعلا في حاجات كتيرة، واحنا عندنا علم كتير وعندنا جامعات وعندنا مؤسسات. طيب امال ايه اللي ناقصنا يا دكتور؟ يعني خليني اخد من حضرتك روشتة كده في عناوين يعني رئيسية. روشتة تشمل حاجتين اساسيتين. الحاجة الاولى استراتيجية قومية فيها انتجريشن وتكامل لكل المؤسسات في مصر، تعاون وتكامل بينها، تعاون وتكامل بين المؤسسات العلمية والمؤسسات الانتاجية والاقتصادية، استخدام كل مؤسسات الدولة تستخدم او تستعين بالبحث العلمي. كتير قوي بتسمعي حضرتك ان احنا بنبعت نجيب خبير اجنبي. طب انت دورت على خبير محلي الاول ولا ما دورتش؟ والخبير الاجنبي ده لما جه عمل حاجة ومشي ولا وطن حاجة وعلم ناس؟ الحاجة التانية ده جزء مهم قوي، يعني احنا عندنا مؤسسات وعندنا بشر، ناقصنا التعاون والتكامل بينهم في ظل منظومة قومية، واعتقد ان احنا بدأنا في هذا. والحاجة التانية المهمة جدا، ما لا ننكر ان البحث العلمي محتاج تمويل. أيوة. زي ما قال سيادة الرئيس. ليه تمويل؟ حضرتك انا اديكي مثل في موضوع الدواء. سيادتك الشركات العملاقة في الدول الكبيرة عشان تخترعي دواء جديد بتصرف عليه ملايين الدولارات، ملايين الجنيهات الاسترليني، خدت بال حضرتك؟ والبحث العلمي هنا بقى مش بدور بسرعه يا ترى انا هعمله عشان اكسب ايه بكره، لا. البحث العلمي قد يكون مردوده جاي بعد سنين طويله او بعد فتره طويله. نعم. وممكن اشتغل على 5 6 10 50 مركب وفي الاخر يطلع لي واحد. لكن الواحد الجديد ده اللي اصبح ملكيه فكريه ليا ومنتجي وانا اللي مخترعه، اقدر ابيعه بالسعر اللي انا عايزه، وهنا بقى المكسب والربح الكبير. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق وأحد المكرمين اليوم. أيضا بينضم إلينا دكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي. مساء الخير يا دكتور. دكتور محمود مساء الخير. طيب انقطع الاتصال بيه دكتور محمود، على تحلى نحاول ان احنا نعود الاتصال بيه لسؤاله عن مجموعه من يعني الاجراءات التنظيميه. طبعا كانوا المنظمين لهذا الاحتفال، فنعرف ايضا رؤيه اكاديميه البحث العلمي للفتره المقبله للبحث العلمي في مصر، اللي ممكن يطبق، اللي ممكن يطور في ضوء ما قاله رئيس السيسي وما قاله ايضا هؤلاء العلماء كان لهم مناصب تنفيذيه وليهم طبعا باع طويل في الجانب الأكاديمي والدراسات، وبالتالي يعني مهم جدا الاستفادة من رؤيتهم على الأقل مائدة مستديرة، حتى يعني إذا كان على شكل مائدة مستديرة لمعرفة الأفكار المختلفة للنهوض بمنظومة البحث العلمي. وبالمناسبة هذه العبارة بتكرر من سنين طويلة، أيضا عندنا يعني تاريخ كلاسيكي كده في بعض العبارات اللي بنرددها طول الوقت، الارتقاء بمنظومة البحث العلمي، لكنه يعني كل يوم بيؤكد أهمية هذه الجملة أنها تنتقل من الجملة إلى أرض الواقع. دكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي يعود إلينا مرة أخرى. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. خليني أسألك بس في البداية عن يعني الاحتفال بعيد العلم كان توقف على مدار الثلاث سنين اللي فاتت ثم عاد، لماذا التوقف والعودة خاصة أن التواريخ بتتغير أيضا؟ نعم، هو حقيقي حضرتك هو عيد العلم كان متوقف، وبعدين الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 عقد عيد العلم مرة أخرى، وبعدين مش توقف، هو يعني بيتجمع دايما، هو مش بيتعمل كل سنة بانتظام حقيقي، منذ يعني أطلق للأول مرة في سنة 52، لكن السنة دي له معنى مختلف، لأن زي ما حضرتك شايفة
هو تكريم للنوابغ من شباب الباحثين والمبتكرين وأوائل الشهادات العامة وشيوخ العلماء الحاصلين على جائزات النيل والدولة القدرية وكده. فهو مختلف، كان محتاج إعداد مختلف بس شوية مش أكتر يعني. يعني مش هيكون كل مرة في نفس التاريخ؟ حقيقي هو يعني ما فيش موعد محدد بتعمل فيه عيد العلم، ولكن نتمنى إن شاء الله أن يكون له موعد محدد. واعتقد ان مفيش افضل من ذكرى 6 اغسطس، يا ريت نستقر على كده باذن الله. طيب كيف يتم اختيار المكرمين يا دكتور؟ المكرمين اللي سياده الرئيس كرمهم النهارده هم مجموعه من الفئات المختلفه، فئه منهم هم الحاصلين على جائزه النيل وهي اعلى جائزه علميه بتمنحها الدوله المصريه من خلال اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا عن اعوام 14 15 16، ثم الفائزين بجوائز الدوله التقديريه. ودي كان لان احنا بنتكلم عن 3 سنوات فكان في ممثل عنهم، ثم جوائز الدوله للتفوق وجوائز الدوله التشجيعيه واوائل الجامعات المصريه الحكوميه والخاصه، وبعدين اوائل الثانويه العامه والدبلومات الفنيه. كل ده اختيار على حسب الجوائز اللي حصلوا عليها. طيب النهارده الرئيس اعلن عن عده قرارات، صندوق لرعايه المبتكرين من النوابغ والنوابغ من الشباب، مضاعفه قيمه جوائز الدوله، استحداث 4 جوائز جديده. هل هذه القرارات يعني تم التنسيق فيها معكم مسبقا وبالتالي يعني معروفه الخطوات اللي هيتم اتخاذها، ولا من النهارده هيكون في يعني خطوات واجراءات معينه لتطبيقها بالفعل؟ والله هو حضرتك مجموعة القرارات اللي اتخذها السيد الرئيس النهارده هي كلها بتدور حول دعم الابتكار والمبتكرين. فزي ما ذكرت حضرتك انشاء 4 جوائز جديدة للشباب المبتكرين في مجالات الزراعة والغذاء، الصحة والدواء، الطاقة والمياه، الصناعة. هو الهدف منها تمكين الشباب المبتكرين والمخترعين ان افكارهم وابتكاراتهم تصل الى النور، ودي مشكله كنا بنعاني منها يعني في الفترات السابقه، لان دائما وابدا جوائز الدوله بتمنح للعلماء الاكاديميين من اعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصريه والمراكز والمعاهد البحثيه، وبتعتمد على النشر العلمي الدولي والحصول على درجات علميه معينه يعني. اما الجائزه اللي اطلقها سياده الرئيس اليوم فهي لكل المبتكرين، يعني ليس بالضروره ان اللي يتقدم لهذه الجائزه يكون حصل على درجه الدكتوراه، ممكن يكون طالب، ممكن يكون مهندس، ممكن يكون فني، هو دعم للابتكار عموما يعني. تاني حاجه، الو مع حضرتك. ايوه فندم. تاني حاجه برضو حضرتك، السيد الرئيس اوصى او كلف الحكومه بانشاء صندوق لدعم الابتكار والمبتكرين، ثم مضاعفة القيمة المالية وعدد جوائز الدولة اللي بتمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. هي مجموعة من القرارات اللي بتحفز البحث العلمي والابتكار في مصر وبتولي أهمية خاصة للابتكار والشباب الباحثين. طيب الأكاديمية أطلقت مبادرة البحث العلمي في خدمة المجتمع، يعني عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل هذه المبادرة، إيه هدفها، مين بيشارك فيها، كيف ستمول؟ طيب انا عايز اقول لحضرتك ان دائما وابدا خطاب سياده الرئيس في عيد العلم يكون بمثابه خارطه طريق. فلو تذكروا في 2014 اطلق السيد الرئيس مبادره نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، واوصى بمجموعه من التوصيات لدعم المبتكرين انذاك. احنا بعد 2014 الاكاديميه اطلقت مجموعه من المبادرات والمشروعات لتفعيل هذه القرارات، وتم تفعيلها بالفعل على ارض الواقع. كان من ضمن المبادرات اللي تبنتها الاكاديميه اللي هو انشاء حاضنه تكنولوجيه لاحتضان الافكار المبتكره وتوفير الدعم المادي والفني للافكار المبتكره، الى ان تصل هذه الافكار الى منتجات او يتم تسويقها بالكامل او يتم تسجيل شركات تكنولوجيه ناشئه. وبالفعل هذه الحاضنه موجوده وبتحتضن في الوقت الحالي 50 شركه تكنولوجيه ناشئه او 50 مبتكر عندهم افكار تصلح انها تبقى منتجات صنعت في مصر وتسوق في السوق المحلي والاقليمي. كان دائما وابدا المشكله هو الدعم
كافي لاحتضان اكبر عدد. احنا بنتكلم على 50 على مستوى الجمهوريه، احنا عايزين نحتضن 500 5000، وخصوصا ان مصر مجتمع البحث العلمي فيها هو مجتمع شاب، وزي ما ذكر سياده الوزير الدكتور خالد عبد الوفار في كلمته اكثر من 130 الف باحث مصري، فالصندوق والحوافز والجوائز هتدعم هذا العمل. الاكاديميه ايضا بتدعم مشروعات التخرج لطلاب السنوات النهائيه، ودي من الحاجات المتميزه جدا لطلاب الجامعات، وعندنا مشروعات جامعة الطفل للكشف عن الموهوبين والنوابغ في مراحل مبكرة من التعليم قبل الجامعي. يعني في مجموعة حقيقية من المبادرات شغالة بالفعل، لكن كانت دايما محتاجة الدعم الكافي. طيب دكتور، يعني أيضا في كلمة الرئيس النهاردة أشار لزيادة الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير من 11.8 مليار ل 17.5 مليار خلال 3 سنوات. من وجهة نظر حضرتك أيضا كيعني رئيس للأكاديمية وكمعني بالبحث العلمي، هل هذا كافي؟ هذا كافي إذا تم يعني إدارته واستغلاله بالطريقة المثلى. يعني طبعا احنا بنتمنى المزيد، وبنتمنى نصل إلى 1% من الدخل القومي المنصوص عليها في الدستور، وسيادة الرئيس طبعا واعد بكده، واحنا في هذا الاتجاه في زيادة مضطردة في ميزانية البحث العلمي سنويا، زيادة في الثلاث سنوات الأخيرة تقدر ب 47%. نعم. إن شاء الله يعني نصل إلى ما تم النص عليه في الدستور بحلول العام القادم على أقصى تقدير أو اللي بعد يعني إن شاء الله. سؤال أخير، هيكون في إطلاق لجائزة خاصة بالمرأة؟ هو بالفعل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مجلس الأكاديمية اعتمد منذ فترة جائزة للمرأة لتشجيع المرأة في مجال البحث العلمي وتمكين المرأة، ولكن حقيقي اللي احنا شفناه النهارده خلى سياده الرئيس يعني يقول ما المراه ممكنه بالفعل. يعني نص عدد الحاصلين على جوائز النيل، حضرتك عملت لقاءات مع دكتور جنيس جوده، مع الدكتوره فايزه حموده، كلهم سيدات يعني حصلوا على اكثر من 30% من جوائز النيل يعني. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود صقر رئيس اكاديميه البحث العلمي. الخبر التالي هو متعلق بالإسكان. دكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان أعلن عن بدء فتح باب تحويل الحجز للمواطنين الحاجزين في الإعلان الثامن الزائدين عن عدد الوحدات في كل محافظة للأماكن المتوفر بها وحدات، بمعنى أنه يعني كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بحصول كل المتقدمين للإسكان الاجتماعي على وحدات سكنية إذا كانت تنطبق عليهم الشروط. المشكلة أنه مع بدء التنفيذ ظهر انه في بعض المحافظات وفي بعض المدن اصبح ما فيش اماكن كافيه لبنى وحدات سكنيه، وبالتالي هناك عدد من المتقدمين تنطبق عليهم الشروط لكن ما لهمش وحدات سكنيه لانه ما فيش اماكن المدينه دي او المحافظه دي تبني فيها وحدات سكنيه جديده، وبالتالي كان القرار بانه هيتم تحويل هؤلاء للحصول على وحدات سكنيه مش في المدينة اللي هم طلبوها واللي ما فيش فيها مكان، لكن لأماكن قريبة منهم. صاحب الطلب هيرسل مستندات هنعرفها كمان شوية على بنك التعمير والإسكان عمارات جاردينيا في شارع الهرم في الجيزة، وعنده فترة من 1/8 ل 31/8، يعني نهايتنا في شهر أغسطس. معنا على التليفون مهندس صلاح حسن رئيس جهاز الإسكان الاجتماعي. مساء الخير يا باشمهندس. أهلا، مساء الخير يا فندم والسادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني من هم المنطبق عليهم تحديدا فكره تحويل الحجز؟ هو زي ما حضرتك تفضلت وقلتي، احنا لما الوزاره لما نزلت الاعلان الثامن كان في الاستماره اللي بيتقدم بها المواطن بيتكتب المركز او المدينه المراد الحجز بها، ولو بيختار اختيارين تانيين، اما الانتظار للمراحل التاليه او سحب مقدم الحجز. طبعا بناء عن زي ما حضرتك تفضلتي عن تعليمات السيد الرئيس بان كل من تقدم وانطبق عليه الشروط لابد من توفير وحدات سكنيه لهم. فاحنا عندنا في بعض الاماكن في المحافظات بالذات، يعني تعرف حضرتك ندره الاراضي الزراعيه او الاراضي الصالحه للبناء داخل هذه المحافظات، فبالتالي في بعض الاماكن لقينا عدد المتقدمين يفوق بكثير عدد الوحدات اللي بتستوعبها هذه الاراضي المتوفره. وبالتالي كان قدامنا بديل ان احنا بنقول له المواطن حول الى المدن والمراكز التابعه للمحافظه واللي متوفر فيها وحدات سكنيه
بنفس الشروط وبنفس المواصفات وبنفس كل الإجراءات اللي كانت تتعمل في المكان القديم. طب ايه هي يا فندم المحافظات والمدن اللي ما بقاش فيها اماكن كافية دلوقتي؟ لا هي في اماكن متوزعة على مستوى كثير من المحافظات، يعني لان ممكن تلاقي محافظة فيها مركز او اتنين او مكان او اتنين، وفي محافظات ما فيهاش، وفي مدن مستوعبة كل الوحدات، فالاعلان مذكور فيه كل الاماكن اللي ما فيهاش وحدات واماكن التحويل اليها. يعني ما فيش منطقة معينة هي اللي ما فيهاش وحدات؟ لا، في اماكن كثيرة ما فيهاش وحدات وبالتالي تم التحويل الى المناطق الاخرى، والاعلان مذكور فيه المحافظة او المكان اللي ما فيهوش وحدات والمكان اللي هيتم التحويل اليه. طيب يعني انا بقى سؤالي كان عن ايه المحافظات دي او المدن دي؟ لا، في محافظات كثيرة فيها عندنا على سبيل المثال محافظات الوجه البحري كلها تقريبا، لان طبعا عارف حضرتك ان محافظات الوجه البحري كلها محافظات زراعية وما فيهاش اراضي املاك دولة داخل الكرة وداخل الاحواز العمرانية، فبالتالي عدد المتقدمين فيها بيبقى يفوق بكثير الوحدات التي تستوعب الاراضي اللي قامت المحافظه بتوفيرها، فبالتالي بقى عندنا فيه، يعني هضرب لحضرتك مثال على سبيل المثال في طلخه محافظه الدقهليه بيتقدم تقدم ما يقرب من 2000 مواطن، وعدد الوحدات اللي موجوده فيها لا تستوعب اكثر من 200 300 وحده، فبالتالي وهكذا بقى في محافظه المنيا، في محافظه الغربيه، في محافظه الشرقيه وهكذا. كل المحافظات دي في بعض المراكز فيها عدد الوحدات المتوفرة أقل من عدد المواطنين المنطبق عليهم الشروط. طب ده بيسري على حجاز المرحلة الثامنة فقط؟ المرحلة الثامنة، المرحلة الثامنة. طيب عددهم قد إيه؟ هل في يعني رقم لمن سيتم تحويلهم؟ لا، هو ما فيش الرقم مش محدد ليه، لان هو في ناس اصلا بتبقى منطبق عليها الشروط ممكن تقبل التحويل او تسحب مقدم الحجز طبقا للاعلان المذكور على حسب رغبته، او تنتظر للمراحل التاليه لانهم عندهم اختيارات، في اختيارات للمتقدم. طيب هل معنى كده يا فندم انه المدن اللي تشبعت واصبح لا يوجد بها مناطق لن يبنى فيها في المستقبل اي وحدات جديده؟ لا طبعا، لا طبعا، ما هو ده بقى بيتم التنسيق ما بين السيد الوزير والمحافظين لتوفير اراضي اخرى، في حال توافر اراضي في هذه المحافظات او في هذه الاماكن سيتم البناء عليها فورا. طيب ده خليني اسال حضرتك على النقطه المتعلقه بالظهير صحراوي لكل محافظه، وهي يعني خطوه معنيه بها الدوله ومهتمه بيها، هل معنى كده انه في المستقبل ربما اذا وجدت لهذه المحافظات ظهير صحراوي من الممكن يتم البناء عليها مستقبلا بقى؟ ده اكيد طبعا، ده اكيد. بشكرك شكرا جزيلا مهندس صلاح حسن رئيس جهاز الإسكان الاجتماعي. ننتقل لمتابعة خبر آخر وهو المتعلق بالتموين. قرر الدكتور، طيب قبل ما ناخد خبر التموين خلينا ناخد في البداية خبر عن جنازة الدكتور علي السمان، هذا المفكر الكبير اللي رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي. شيعت اليوم جنازة الدكتور علي السمان وهو رئيس الاتحاد الدولي لحوار الثقافات والأديان من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة بعد أن وصل جثمانه من باريس حيث توفى يوم الخميس الماضي. دكتور علي السمان اسم من الأسامي المعروفة جدا والكبيرة جدا والمهمة جدا في مجال الحوار بين الأديان السماوية، ظل يذكر أبناء الديانات السماوية الثلاثة أن جوهر الرسالة هو المحبة. طبعا معاه عدد من المسؤولين، قنصل مصر العام في باريس، مفتي الجمهورية، وأيضا الكنيسة الأسقفية في مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي. تولى مناصب عديدة لها علاقة كلها طبعا بحوار الثقافات والأديان وتعليم السلام، ويعني كان داعم كبير لحوار الأديان، ناشط في واحد من أرقى المجالات وأصعبها خاصة في الوقت الحاضر ونحن في أشد الحاجة إلى الحوار وليس الصدام والصراع. رحم الله دكتور علي السمان، ويعني تعزينا لأسرته ومحبيه وتلاميذه. خلونا نطلع عليه فاصل ومن بعده نعود مرة أخرى لعيد العلم وأحد المكرمين بهذه المناسبة دكتور مازن شفيق أستاذ الهندسة بجامعة أسيوط.